ازيكم يا جماعه؟ النهارده في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما، والمسلسل مش الفيلم اللي هنعمله رياكشن، هو مسلسل لا كاسا دي بابيل سيزون 4. على فكره انا اتفرجت على اول 3 اجزاء بتاع مسلسل دي كاسا دي بابيل، بس انا ما عملتلوش ريفيو، يعني انا لسه ما دخلتش في موضوع المسلسلات. مشكلة ان موضوع المسلسلات يعني بياخد كميه وقت وجهد وحاجات كتيره، بياخد وقت كبير جدا للمسلسلات. الريفيو بتاعها يتعمل ولازم تخش في الاحداث وتتفرج وتتابع وتعمل وتكتب. فانا بفكر، عندي فكره حلوه كده اعملها بمناسبه لا كاسا دي بابيل، وبفكر ان لا كاسا دي بابيل يبقى اول مسلسل اعمل له ان شاء الله باذن الله ريفيو على الشانل هنا على هوم سينما. بفكر اعمل كده حلقه، بس بصراحه عشان ما اكونش كذاب او ما بحبش ان انا اوعد بحاجه وبعد كده ارجع فيها في كلامي، ما بحبش ان انا مثلا اقول حاجه اقول لكم لا فور شور هعمل لكم وفي الاخر ما يحصلش اي حاجه، انا ما بحبش كده. فاللي بفكر اعمله بجد، بفكر ان انا اعمل حلقه ان شاء الله باذن الله قريب، احتمال مش فور شور، احتمال ان هيبقى اعمل حلقه ريكاب او ريكابينج كله لا كاسا دي بابيل بتاع سيزون 1 و2 و3 في حلقه واحده. فبفكر اعمل كده، فاكيد طبعا الحلقه ممكن تطول، ممكن الحلقه مثلا ما اعتقدش ان هي ممكن الحلقه ممكن تعدي 20 مينتس مثلا 20 دقيقه، ما اعتقدش ممكن هتبقى الحلقه ما بين 15 دقيقه و20 دقيقه، مش هتزيد عن 20 دقيقه ما اعتقدش. يعني حول الاحداث المهمه والحاجات المهمه، الريفيو يعني بتاعي بتاع كاسا دي بابيل بتاع الموسم الاولاني والثاني والثالث في فيديو واحد، هيبقى في ريفيو في ريكابنج كده لكل الثلاث مواسم في فيديو واحد، لحد بقى ما ينزل مثلا سيزون 4 وان شاء الله باذن الله هو نتفليكس طبعا هينزل الموسم كله مره واحده، وبعد كده هوبا نعمل ريكاب للسيزون 4 هنحطه في فيديو لوحده. فان شاء الله باذن الله يعني ممكن لا كاسا دي بابيل يبقى اول مسلسل اعمله ريفيو في الشانل. انا بصراحه نفسي اعمل ريفيوز للمسلسلات، بس هي فكره المسلسلات ان في مسلسلات كتيره قوي ولازم الواحد يقعد يتابع ولازم الواحد يقعد يتفرج ولازم الواحد يخش بينفست كده في المسلسلات ويقعد مركز ويكتب وبتاع، فحوار يعني. فانا عشان كده بركز اكتر في الافلام بصراحه. مسلسلات رمضان دي قصه تانية على الجنب، يعني خلينا في حاجات دي حاجه تانية دي. طبعا لا كاسا دي بابيل نزل التريلر بتاعه، بس الاوفيشال تريلر بتاعه امبارح حاجه زي كده. لسه طبعا ما شفتش التريلر، هموت واتفرج عليه. التريلر دقيقتين. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر وحموت، ولنهايه اصلا سيزون 3 كانت نهايه خرافيه بمعنى الكلمه، وفعلا تخليك اون ذا ايدج ان انت تتفرج على الموسم الجزء الرابع باي شكل من الاشكال. يعني الجزء الرابع انتهى بطريقه، الجزء الثالث انتهى بطريقه مش طبيعيه. طبعا انا متحمس جدا ان اتفرج على التريلر، وتقريبا التريلر انا سحبت التريلر وحطيته هتفرج عليه دلوقتي. هو تقريبا وش التريلر هيبقى بالاسباني مش هيبقى بالانجلش، فبس اكيد طبعا اكيد وش فيه ترجمه تحت، اكيد هيكتبوا ترجمه يعني. بس طبعا ما شفتش التريلر ولا مره، هتفرج على تريلر على طول دلوقتي عشان متحمس جدا، ويلا بينا. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros. Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Acabo de perder las cámaras de limpieza del banco. Usted dijo que era imposible salir de aquí. ¿Pero qué iba a sacarnos? Shh. Aguanta. ايوه يا جدعان، ايوه. هو ده اخر موسم ولا ايه؟ ده سيزون 4 ده اخر موسم؟ هو كان في حد، كان مين في الاسانسير؟ كان تقريبا دانفر اللي كان في الاسانسير ومع حد تاني تقريبا. هو الاسانسير انفجر بيهم ماتوا ولا ايه؟ بس هو لو فعلا ماتوا في الاسانسير وجابوها في التريلر هيبقى صباح التخلف يعني، ما كانت سابوها في المسلسل. بس ما اعتقدش ان هم ممكن يموتوا كاركترز زي دول بصراحه. وتاني رجعوا تاني برلين، رجعوه تاني فلاش باك. طب ما انتوا موتوه ليه طيب قبل كده؟ يعني انا مش فاهمكم بصراحه يعني. طبعا متحمس له فشخ يعني، بس انا اللي ضايقني بس في الاخر ان هم كان نفسي قفله التريلر، كانوا نفسي يحطوا اغنيه بيلا تشاو.
اي حاجه يعني. نهايه سيزون 3 لما حطوا بيلا تشاو في النهايه خالص، يا لهوي على دي اندنج، يا لهوي انا ما شفتش على يخرب بيت دي اندنج، ما شفتش كده. كان نفسي ان هم يحطوا اغنيه بيلا تشاو في الاخر بطريقه كده معينه، بس عجبتني قوي الطريقه اللي عملوا بيها بيلا تشاو في الاول خالص بالهارمونيكا اللي كان بيتعزف بيها. طبعا متحمس بطريقه غبيه للتريلر للمسلسل، طبعا متحمس له جدا طبعا، نسبه ترقبي 10 من 10، ده مفيش تفكير يعني باي طريقه. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على التريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. وباي باي. وقبل ما اقول لكم باي باي، عايز اعرف بس رايكم في حاجه اخيره. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا تمام، لو عايزيني ادوس في حوار المسلسلات ده زي الافلام بالظبط قولوا لي في الكومنتس. يا ريت تعرفوني في الكومنتس وان شاء الله هستجيب يعني للموضوع، يعني هحاول على قد ما اقدر يعني. وباي باي.